امبارح واحنا في درس الاحد. مش الموضوع اللي هو بتاع الولاد واللي كانوا بيعملوه هو بس انا مش عارفه هم ليه بيعملوا كده بصراحه. يعني احنا نريد يعني ان احنا نشوف الموضوع ده. بصي ميرا، ثواني اصبري بس عليا. انا كنت بكلمك على البنتين اللي هم دايما بيبقوا قاعدين بيتخانقوا ويعني بيقولوا كلام كده مش حلو وبتاع. ف في حاجه منهم انت مستنيه حد او حاجه؟ لا خالص خالص، اتفضلي انا سامعاكي كويس. انا كنت بقترح يعني ان احنا ممكن نكلمهم، نحاول نعمل مثلا فيزيتيشن، نروح لهم ونشوف اذا كان ممكن نحل الموضوع. ليه بيعملوا كده؟ في حاجه بتدوري على حاجه؟ انت واضح ان انت مش مركزه معايا. لا انا معاكي تماما، انا مركزه في كل كلمه انت بتقوليها. اوكي ماشي. فلو نقدر نكلمهم ونتكلم معاهم ونشوف اذا كان ممكن ايه اللي مضايقهم. هل مثلا في حد مضايقهم في الخدمه او حاجه زي كده؟ واو، شايفه؟ بصي بوست البنت لابسه حته الدين طقم. I love you. لا يا بنتي، بجد حقيقي انا مش عارفه. ده جميل. لا انت مش مركزه معايا. لا ده انا بس لقيتها. انا هروح اشوف حد تاني يتكلم معايا. ابدا لا صدقيني. بصي هركز معاكي. انت يعني كل شويه بتقطعيني او بتدوسي في الساعه يعني. لا خالص انا معاكي. فتحبي انا مثلا ممكن اكلمهم، وممكن على فكره نكلم البيرنتس بتاعتهم. وانت ايه رايك في المكرونه بتاعت امبارح؟ الصلصه كانت زياده شويه. بصي انا موافقاكي في كل حاجه قلتيها. واضح كل حاجه مظبوطه جدا وحلو خالص. لا يعني واضح فعلا. لا ومحبتك جامده وبتاخدي بالك، حاجه جميله يعني. عموما انا عرفت بعد كده هتكلم مع مين يعني لو محتاجه اي حاجه. لو محتاجه اي حاجه انا موجوده. بس انا بس جدا هجيلك مركزه معاكي جدا. لا ده انت ممتازه. باي باي.